تقديم المعجم الموحد لمصطلحات كرة القدم، ليس فقط بمناسبة تنظيم كأس العالم لكرة القدم ولأول مرة في بلد عربي لدولة قطر الشقيقة، مما يزيد من فخرنا واعتزازنا، بل وأيضا احتفاء بما حققه فريقنا الوطني من منجز أهله ليكون بشبابه من صفوة من يصنع ملاحم التتويج المستحق. يندرج هذا اللقاء الذي ينظم بأكاديمية المملكة المغربية ضمن أنشطتها الثقافية التي تسعى فيها بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وثقافية أخرى، اليوم مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتعاون كذلك مع الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمكتب، نقدم آخر إصدارات المكتب المتمثلة في المعجم الموحد لمصطلحات كرة القدم. هذا معجم ثلاثي اللغة بمدخل إنجليزي ومقابل فرنسي وعربي مصحوب بالتعاريف، يهم مجال كرة القدم ويهم كل المهتمين بهذا المجال من مدربين ورياضيين وصحفيين وطلبة معاهد عليا للرياضة والتكوين البدني. ولذلك فهذا المعجم بالإضافة إلى معاجم أخرى طبعا تندرج ضمن الحقل الرياضي سنسعى لإصدارها في القريب العاجل، ستشكل إضافة نوعية لمجال البحث المعجمي العربي. نحن جد سعيدين بالتواجد اليوم في أكاديمية المملكة المغربية التي تحتضن الانطلاق الرسمي والتقديم الرسمي للمعجم الموحد لمصطلحات كرة القدم. وهذا المعجم يعتبر ثمرة شراكة بين المكتب وإدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو واللجنة الوطنية العلمية التابعة للاتحاد العربي للرياضة. هذا المعجم هو معجم ثلاثي اللغة، متوفر باللغة الإنجليزية الفرنسية والعربية، مصحوبة بتعاريف دقيقة مفاهيمية ومصطلحية لمختلف المصطلحات التي تدخل في مجال الرياضة. وما يميز هذا المشروع هو أنه يقدم لأول مرة بمناسبة تنظيم كأس العالم بدولة عربية وهي دولة قطر. يتزامن هذا الإصدار مع تنظيم كأس العالم ولأول مرة في بلد عربي قطر، وما يرافق هذا التنظيم من مكاسب اقتصادية واجتماعية فإن له أيضا مكاسب ثقافية وإنسانية تعزز مشاعر الأخوة والتضامن. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.